اهلا بحضراتكم في لقائنا اللي بيتجدد كل يوم سبت ومسار الخير، ويسعدني ان يكون معي في هذا اللقاء اليوم دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، نورنا دايما. ربنا يبارك فيك. بنفتقدك في يعني، بس انا عارف انك بتبقى مسافر كتير. تعرف ان انا ميداني شويه يعني، بحب انزل اشوف الشغل بنفسي واتممه. على اساس دي امانه بنحاول نوصلها للمستحقين. صحيح، تكون موجود بنفسك يعني. فبقى موجود بنفسي، عشان كده بغيب عنك شويه، يعني انا مسافر بعد شويه على الاقصر. احنا هنيجي الاقصر، هنيجي الاقصر، لكن خليني ابدا معاك من نقطه انه بيتزامن انه احنا في ايام يعني شهور مباركه، شهر رجب، وفي نفس الوقت عندنا مساحه من الضغط اللي الناس عايشة فيه، الأزمات اللي الناس عايشة فيه. بيتعظم الخير في وقت الأزمات يا دكتور؟ أجر الخير؟ هو الملاحظ فعلا على الشعب المصري وأهل الخير عموما إن هم بينشطوا جدا في وقت الأزمات، وخصوصا كمان لما يبقى في الأشهر الحرم بالتحديد، الأيام الفضيلة اللي احنا فيها دي. لكن لما بيكون في أزمة، الحمد لله الجمعية بتنشط قوي نتيجة وقوف أهل الخير معانا ورغبتهم ان هم يساعدوا الناس في ظروفهم اللي هي التعبانه، ان الفقير في الظروف اللي زي ديت بيبقى لا حول له ولا قوه. من هنا المستور شويه، يعني مش بقول الغني بس، لا المستور شويه يقول لك انا عايز اودي، بس اخترنا الاماكن اللي هي الاكثر فقرا او الاكثر احتياجا. فدايما احنا بنركز على الحدود. الاماكن الاكثر احتياجا فعلا هي الحدود. الحدود، وخصوصا لما يبقى رفح. انتوا الفتره اللي فاتت كنتوا مركزين صحيح في شمال سيناء، يعني تحديدا في رفح والشيخ زويد، كان في قوافل لهناك. هو احنا لسه راجعين يوم الخميس اللي فات الحمد لله من رفح والشيخ زويد. كنا رايحين بقافله كبيره جدا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ب 6000 بطانيه، 9 طن لحوم، 10 طن برتقال، 10 طن بطاطس. وكانت رحلة موفقة جدا، وخصوصا في قعدتوا قد ايه يا دكتور هناك؟ احنا قعدنا هناك 3 ايام. 3 ايام، لان احنا اتغلغلنا جدا بمشاركة طبعا المعالي المحافظ اللي هو محمد شوشة، وبمساندة القوات المسلحة معانا، وبصراحة الناس كلها نزلت معانا في التوزيع، وكانت حاجة بصراحة جميلة جدا، الناس كانت فرحانة جدا. والجميل ان احنا عملنا بقى فقرة خاصة للأطفال في قرية أبو العراج. كانت مفاجأة بصراحة للجميع، ان هم قالوا لنا ان احنا بقالنا 21 سنة ما شفناش حاجة خاصة بالأطفال خالص. 21 سنة. 21 سنة يعني متخيل. فتخيل اكتر من 500 طفل في القرية، كانت مفاجأة ليا برضو. انا رحت ابو العراق سنة 2009 يعني، بس كنا رايحين نودي بعض المساعدات. 2009 فعلا بتتكلم، لا انت بتتكلم في اكتر من يعني ما كانش يعني حاجة فتره خاصة طويله بالأطفال. كنا رايحين مساعدات كده بسيطه، وكنا بنبني هناك مسجد وبنحفر بير ارتواز للري يعني. فطبعا حوالي 14 سنه مثلا، حوالي 14 سنه. انما الحاجه خاصه بالاطفال، كل الناس قالوا لنا ده من 21 سنه تقريبا ما شفناش حاجه كده خاصه بالاطفال خالص يعني. ولا حد اهتم بالاطفال، فكان اهتمامنا بيهم ان احنا عملناهم حفله جميله جدا، والعيال فرحوا جدا، وزعنا عليهم هدايا فرحوا بها جدا جدا. وان شاء الله اتمنى من اهل الخير ان هم يدعمونا نكمل مسيرتنا في كل قرى رفح والشيخ زويد، لان معظم القوافل اللي بتروح من اهل الخير بتوصل لغايه العريش. ما بيكملش معايا، لكن الحمد لله احنا نجحنا بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء ان احنا نوصل لغاية اخر الحدود. وتعاملنا مع الناس، ناس فرحانة جدا بالمساعدات بقى اللي راحت. انا كنت بقى اسألك عن استقبال الناس ليكم. لا لا لا، الناس كانت فرحانة جدا جدا، وكانوا متعاونين جدا جدا. وبصراحة قالوا احنا كنا من حوالي مثلا شهرين كنا في احدى قرى الشيخ زويد، عملنا 11 بير ارتوازي. فدي كانت مسمعه قوي في رفح والشيخ زويد. الكل كان طلبهم، زي ما انتم خضرتم الغره عايزين احنا كمان تعملوا لنا ابار كمان. ميزه شمال سيناء وخصوصا رفح والشيخ زويد ان هم كل الحاحهم على عايزين يزرعوا الارض، عايزين ياكلوا من عرق جبنهم، عايزين يشتغلوا هم بايدهم. فبيحتاج منك ميه بس. الجيش بيوزع هناك شجر اللي هو الزيتون، والشجر اللي بيطلبوه مجانا هديه منه. احنا دورنا نعمل الابار. الدوله بدات تهتم بالقصه دي جدا، بان هي عملت كميه كبيره من الابار، لكن لازال يعني محتاجين كتير.
طب احنا دكتور معانا تقرير عن الابار، وانا عارف انه دي من المبادرات المهمه جدا في البر والطاقه، او محور مهم جدا من العمل. خلينا نشوف التقرير وبعدين نكمل مع حضرتك. ورونا يا شباب. أهل الخير في كل مكان، أهل البر والتقوى في كل مصر وأنحاء العالم. شايفين ورايا بير أنتوا عملتوه صينتوه بعد ما تخرب من أهل التخريب الإرهابيين. المنطقة كلها اتحرمت من المية، وده شعارنا إن إحنا نعمر المكان، وعشان نعمر المكان لازم نرجع المية تاني. شكرا لكل متبرعي البر والتقوى، شكرا لكل أهالي الشيخ زويد الأبطال الرجالة اللي حاربوا ودفعهم واستشهد منهم ناس، وبصراحة قدموا كتير قوي، فأقل واجب نقدمه لهم إن احنا نقدم لهم المية. شايفين منظر المية ما شاء الله، قريب قوي هنيجي نحضر الأرض بقى وهي زرعة، لسه عايزين الخراطيم عشان نزرع بقية الأرض كلها. في بعض الأهالي ما شاء الله وصلوا وعملوا الخراطيم بتاعتهم، وقريب أو في خلال أسبوع أو 10 أيام هيكونوا زارعين الأرض ديت زيتون. النهاردة إحنا هنا عشان نفتتح 11 بير زي اللي أنتوا شايفينه. البير ده بصراحة معجزة، فرح ناس كتير، وإحنا أول ناس فرحنا، ويوم القيامة هنشوف أثره بإذن الله. لأن إذا كان سيدنا النبي قال أفضل الصدقات سقي الماء، فما بالك بالتنمية اللي من خلال سقي الماء هتزرع الأرض والناس تأكل، ناس تعيش، تنمية مستدامة. وده شعار جمعية البر والتقوى المصرية. إلى لقاء في بير تاني من أرض الفيروز، أرض شمال سيناء بالتحديد، الشيخ زويد. طب انت حضرتك كنت هنا في قريه الغراء في الشيخ زويد؟ دي قريه الغراء، زي ما بيقولوا اسمها الغراء. الغراء اسمها بيقولوا الغراء. الحمد لله القريه دي اخذت من عندنا نصيب 5 ابار بال 11 بير، زرعوا 16,000 شجره زيتون بالخمس ابار. 16,000 شجره زيتون بالخمس ابار. بس ال 11 بير عاملين 40,000 شجره زيتون. بس انت لما زرت المنطقه انت رحت كان في ابار يوم الخميس عشان اشوف الابار بتاعتنا هم عملوا ايه، زرعوا ولا ما زرعوش اللي انتوا حفرتوه قبل كده. فالحمد لله. حفرتوه من امتى دكتور؟ احنا حفرينهم بقالنا 3 شهور. 3 شهور لما الاولانيين. ايه النتيجه؟ بصراحه انا اتبسطت جدا جدا من منظر الخضره. الناس زرعت غله كتير وقمح، وال 40,000 شجره زيتون اللي مزروعين ان شاء الله كده نحضر حصادهم اذا حيينا ربنا بعد 3 سنين بالظبط، نحضر نشوف الحصاد بتاع 40,000 شجره. 40,000 شجره. 40,000 شجره. انا طمعان من اهل الخير اللي بيشوفونا، اللي هم مؤمنين ان اعظم الصدقات هي الميه، اعظم الصدقه على الاطلاق هي المياه. فان هم يشاركوا معانا، لان اهل سيناء زي ما قلت كل رغبتهم وطلبهم عايزين يزرعوا ارضهم عشان ياكلوا من عرق جبينهم. هم مكافحين بجد، مش عايزين مننا المساعده المعتاده مره وخلاص، يقول لك لا هات لي ميه ومالكش دعوه بالباقي. فالنهارده انا محتاج اكمل 73 بير لسه عندي. 73 بير رصدينهم لاربع كره فقط. اربع كره فقط. الدوله بدات تشتغل على الابار في اماكن تانية، وبصراحه احنا كله بيتنافس. محتاجين فدائي يا دكتور. بص احنا محتاجين الدعم من اهل الخير ان هم يشاركوا معانا، لان الابار بتبدا لو هنصين بتبدا من 40,000 جنيه لغايه 120,000 جنيه للبير. البير الواحد. البير ده يا جماعه بيسقي فدادين اراضي تمام، وهو ما بيشربش منه لان الميه بتاعته غير معادله معدنيه. احنا جينا على احد الابار قلت يعني اعمل تجربه. الابار دي للري. للري بس ما شاء الله بتجيب ميه كتير، بتسقي كميه فرارين كبير. جيت في احد الابار وقمت عامل عليه كمان محطه تحليه ميه، ان القريه ما فيهاش ميه معايا. قلت اعمل تجربه، هينفع اروي
واسقي ولا ازاي؟ فركبنا. ما هو ده اللي بيحصل الاكتمال بقى، انك بتعمل ابار وبعدين تعمل محطه عشان تعمل تحليه فتروي وتسقي الناس. ويبقى انا كده عملت منظومه تنميه متكامله كده، ضمنت الناس تثبت، لان معظم الناس دي عائله. الناس ديت بيوتها مهدمه ورفضوا يسيبوا الاماكن ويسكنوا في الشقق اللي الدوله عملتها. قال لك انا عايز ازرع ارض الاول، ازرعها وبعد كده اروح اسكن في المكان اللي انتوا عايزينه. بالظبط. فطبعا كان لازم اروح لهم ببطانيه، وراح لازم اروح لهم باكل، لان هم مضحيين عشاننا. صحيح. معظمهم استشهد ابنائهم واللي هم نفسهم استشهدوا، في الاطفال اللي احنا كنا معاهم اولاد، معظمهم اولاد شهداء. كل ده فداء للوطن ولينا احنا. فاجمل رد جميل نرد عليهم، انتوا عايزين ايه؟ قال لك احنا عايزين ميه. فمن الحين للحين عايزين نرجع لهم برضو بكرتونه غذائيه لغايه ما الارض تطلع، بالتالي غنمهم هيكبر ويرعرع. ولا عايز منك لا لحمه ولا عايز منك. بالظبط. هو خلاص، ما هو انت كده على طريقه ان انت بتعلمه الصيد، مش بتديله سمكه وخلاص. واقول لك يعني بتساعده لحد ما يتعلم الصيد، لحد ما ينمو هو. انت عارف حضرتك في بعض الاماكن بنيجي نعلمهم الصيد ما يرضوش. هو عايز، هو عايز سمكه بس. عايز سمكه. انما بصراحه اللي عجبني جدا في الشيخ زويد ورفح بالتحديد، ان هم عايزين يتعلموا الصيد. عايزين يتعلموا الصيد، ده هم اللي بيلحوا عليك. طبعا الجيش بيشتغلوا بنفسهم. المسلحه لمست الموضوع فبدات تغذيهم بالشجر، تديهم الشجر، هم اشتروا الخراطيم وزرعوا. يعني هم لما عرفوا ان احنا رايحين الفتره اللي جايه نشتغل في 20 بير كمان اللي احنا حددنا لهم، بداوا يحرطوا ارضهم، يحرثوا الارض ويجهزوا الخراطيم في انتظار احنا بقى نروح. احنا مستنين طبعا نجمع تبرعاتنا من اهل الخير. يعني الفتره دي انت محتاج دعم لي مسألة الأبار دي في رفح الشيخ زويد بشكل أساسي. ده شكل أساسي، وده أعظم صدقة على الإطلاق، اللي اسمها صدقة مستدامة أو مشروع مستدام، على عكس مثلا أي حاجة تانية بنعملها أكل وشرب وكده، ده حاجة وقتيا يعني. لكن إحنا بنحرص على إيجاد فرص عمل للناس ينمم، إحنا نساعدك. وما بنقولش بنساعد 100%، لكن إحنا ممكن كمجموعة نقدر نساعد نعمل بير. انما مش بقول لك اعمل بير لوحدك، رغم ان في بعض لكن ممكن الناس تشترك فيه. في ناس تشترك فيه تقوم بالمهمه دي. طب الاقصر بقى رايحين ان شاء الله، استعداداتكم ايه للناس؟ احنا ان شاء الله انا نازل برضو الاول كده كمقدمه. احنا كان عندنا قافله من الاسبوع اللي قبل اللي فات في الاقصر برضو واسوان، كان برضو فرش بيوت واجهزه عرايس وبطاطين وكلام من ده. انا رايح بقى المره دي تاني ابص على بقيه البيوت اللي احنا شغالين فيها، وصلنا لفين وهنحتاج ايه، وهتشاور بقى مع الاهالي ايه المشروع اللي ممكن تعمله بس تنجح فيه. احنا هنعمله لك تساعده فيه. عجبني قوي في القافله اللي فاتت لما سالت واحد كفيف. واحد كفيف قلت له نفسك في مشروع ايه اعمله لك عشان انا مش هفضلك. قال الخير عايزين يعمل لك مشروع. تفتكر ايه طلب ايه؟ تخيل يفتكر يطلب ايه. قال انا عايز 4 سماعات وجهاز ساوند. عشان هتعمل بهم ايه؟ قال لي احنا هنا الناس بتأجر في المياتم السماعات والميكروفون، فانا هأجره للناس وابقى انا قاعد حاجة يعرف يعملها فلوس. انما انت هتعمل السوبر ماركت، انا شايف حاجة هتعمل انا كفيف. فبصراحة عجبني جدا. كلمنا الناس، الناس ما ترددتش، عملوا له المشروع بحوالي حاجة و40,000 جنيه، والراجل ما كانش مصدق نفسه. كان عليه كهرباء، دفعوا له كمان الكهرباء كلها، قالوا كده انت خلاص صحيح مش عليك حاجه. ورينا بقى تكسب. ده انا هتابعه كويس جدا. في مجموعه من النساء طلبوا مننا مجموعه مكن خياطه وندربوا مع الخياطه. وبداوا دلوقتي يشتغلوا كويس جدا، وبدانا نشغلهم احنا كجمعيه في مشروع العشوائيات. ايه نعملوا ايه في مشروع العشوائيات؟ ان هم يصنعوا الملايات بتاعه المراتب في مشروع العشوائيات. الجمعيه في مشروع أساس. اللي هو المواجهه العشوائيات، اللي هي الاماكن الاكثر امانه. اللي هم اتنقلوا يعني اللي هم اتنقلوا. فطبعا بالتنسيق مع معالي وزيره التضامن رحبت جدا بالفكره. والوقت هم ما شاء الله وردوا اول 156 شقه. وبداوا ايه بعد ما دربناهم احنا. تمام. هنيجي بقى على المناطق العشوائيه نعمل نفس المشروع. يبقى الخياطه هندرب الناس، كل ناس عايزين نعمل لها مشاريع، بس الاولى معايا رفح والشيخ زويد. طيب كلمه اخيره بقى توجهها لاهل الخير في الابار ومحطات المياه والقوافل اللي بتروح للاكثر احتياجا والبطاطين اللي في الشتاء، كلمه او يعني كلمه ليهم. انا عايز اقول حاجه لحبايبنا كلنا، وبقولها لنفسي قبل ما اقولها لهم. يوم القيامه العبد بيقول لربنا يا ليتني
قدمته لحياتي. صحيح. اكتشف ان الحياة هناك مش في الدنيا. فياريتك ما تبقاش من اللي قال يا ليتني، وتكون يعني تغتنم الوقت. واحسن حاجة تقدمها لربنا انك تتكرم وتتفضل على عباده. دي كبيرة قوي عند ربنا. صحيح. يردها لك اضعاف مضاعفة. والحسنة في شمال سيناء بتبدأ من 700 المليون. انما الحسنة في بقية مصر بتبدأ من حسنة اللي ممكن 10. صحيح. شكرا جدا دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية بر والتقوى.